بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء صدق الله العظيم سبحان
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة